يومين بعد تعيينه وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون يقال من الحكومة الجديدة. هذه الحادثة أثارت الكثير من الجدل. سيد الوزير، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ مخلصاً على استقلال الوطن وسلامة أرضه. ومن باب الصدفة نجد فيلم معالي الوزير للراحل أحمد زكي الذي يجد نفسه في حادثة مشابهة لقصة مسعود بن عقون أو العكس. الفيلم يروي قصة رأفت رستم الذي تم اختياره وزيراً عن طريق الخطأ. ابعت استدعي رأفت عبد الفتاح أحمد رستم بأسرع وقت، بعت له عربية في المكان اللي هو فيه وما كانش لابس كرافات يستلف كرافات. هو معاليك ناوي تقول للرئيس إيه؟ إحنا جبنا وزير في الوزارة بالغلط ودلوقتي بنحاول نصلح الغلط؟ يعني أول الأصيلة كفر، وجايز لو سيادة الرئيس عرف يعتبر إن اللي حصل ده نوع من الإهمال والتقصير، أو لو نفع خير وبركة، ما نفعش يتنطر مع أول تعديل وزاري ويا دار ما دخلك شر. أنا أقنعت السيد رئيس الوزراء ودلوقتي ريلاكس، مش عايزك متوتر أبدا. بعدين يا سيادة الوزير، استعد الحلف اليمين مش بحيلك. حوادث كمثل هذه الإقالة تعد مادة دسمة بالنسبة لصناع السينما وكتاب السيناريو، وفي بعض الأحيان هي نافذة لاكتشاف ما يحدث داخل كواليس الحكومات أثناء التعيين أو إقالة الوزراء. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون. أقسم بالله العظيم أن أحترم هذه الصدفة، أن أحترم هذه الغلطة التي جعلتني وزيراً وأن أحسن استغلالها.